على إثر صدور بلاغ لوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية اليوم 7 يوليوز، يعني المرحلة الأولى في إعادة فتح المساجد، عرفت هذه المرحلة فتح ما 623 مسجدا، ولقيت هذه المرحلة نجاحا كبيرا ومهما، حيث لم تسجل أي بؤرة وبائية في المساجد. وكما تعلمون أصدرت مؤخرا الوزارة بلاغا ثانيا تدعو فيه إلى إعادة فتح مساجد جديدة إضافة إلى إقامة صلاة الجمعة. هذه العملية الثانية تم فتح 330 مسجدا ليصل عدد المساجد المفتوحة في جهة الدار البيضاء 653 مسجدا بالجهة، بنسبة 42% من مجموع المساجد المتواجدة بالجهة الدار البيضاء التي تتوفر على 2262 مسجدا موزعة على الأقاليم والعمالات. فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي قدمتها وفرتها الوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، هي نفس الإجراءات التي تمت من خلال عملية فتح المرحلة الأولى، وهي إحضار سجادات خاصة بالنسبة لكل مصلي وعملية التعقيم وارتداء الكمامات، إضافة إلى قيام بعمل التباعد بين المصلي وآخر. البروتوكول الخاص بإعادة صلاة الجمعة اعتمد كذلك على فتح المساجد قبل الأذان بعشرين دقيقة لتفادي أي ازدحام. كذلك سوف نعتمد كذلك التباعد داخل المساجد وخارجها في الباحات بالنسبة للمساجد التي توفر على باحات خاصة تابعة للمسجد. هناك استنفار الجميع القيمين الديني لنجاح هذه العملية بتنسيق كامل مع السلطات المحلية والولائية، وكذلك الخطبة سوف تعمل بشكل كبير بعد إعادة انطلاقها في التوعية والإرشاد للمواطنين وتنبيههم بالتزام جميع الإجراءات لأجل ضمان صحة وعافية المواطنين.